بقولك ايه يا حاجة، قولي يا حاج، تقدري تشربي ازازة المية اللي قدامك دي كلها؟ ولو شربتها يبقى انت كده كسبت التحدي. والتحدي ده بقى على ايه؟ يا ولية حرام، ده الرهان حرام، عادي كده بالحب. هشربها لك بالحب عشان الميزان يطب. اديني شربتها كلها اهو يا حاج، بس بطني اتنفخت. ما هو ده المطلوب، قصدي الله ينور عليكي يا حاجة، الله ينور عليكي. تفضل يا حاج، القرورورورورتر بتاعك. اللي بدي زي ولا بابا بطاطس. اي 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 ايه وزي زي ايه؟ لف لي هنا اهو يا حاج. بس اللي ود عداني بلا عدانك بلا عداني. هو انت بقى بتشربني الميه عشان جايب بيتزا وبطاطس؟ وحجمي عائلي كمان يا حاجة. جد دلوقتي وتتكلم يا ابن الموكوسة، مالكو عاملين قلق ليه؟ الله، بيتزا وبطاطس. البيتزا والبطاطس دول يلزموني. ال 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 الواد خد البيتزا. ممكن الحساب؟ الواد قدامك اهو، ابقى خد منه الحساب. حساب ايه؟ ما انا جايب له الفارغ. The next day. يا ساتر يا رب، خير اللهم اجعله خير. قوم قوم يا راجل، انت لسه نايم وبتشخر؟ ايه في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ حلمت حلم يا حاج كده قلقني قوي. حلم؟ بتقوميني يا وليه على شكاتر حلم؟ احكي يا اختي، احكي الحلم وفضفضي. حلمت خير اللهم اجعله خير ان انت جبت لي طقم الماظ يا حاج. طقم الماز؟ ايه يا حاجه كملي. مفيش يا اخويا، هو ده الحلم، كنت عايزه اعرف تفسيره لا يكون وحش. تفسير الحلم؟ هو انت ناسي يا اخويا ان النهارده كمان عيد جوازنا؟ ايه ده بجد، هو النهارده عيد جوازنا؟ بس انا قلقانه لا يكون تفسير الحلم وحش. لا ان شاء الله مش وحش ولا حاجه، النهارده بالليل هتعرفي كل حاجه. بالليل والنهارده عيد جوازنا وحلمت بطقم الماس؟ يا رب يكون اللي في بالي. الله، ورد وشمع، ده ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ يا حاجه يا حاجه، الحمد لله على السلامه يا حاج. ايه رايك بقى في الجو الشاعري؟ جميل يا حاجه، بس مش اجمل من الهديه اللي جبتها لك. يبقى العقد الالماس صح؟ لا، حاجة أقيم وأفخم بكتير من العقد الألماز وحياتك. طب يلا ورهاني بسرعة على أحسن أنا هتجنن وأشوفها. طيب اديني ظهرك ولما أقولك لفي لفي. ماشي يلا لفي بقى. هو إيه ده بقى يا حاج؟ ده كتاب تفسير الأحلام اللي هيطمن قلبك. ما تقلقوش، وقعت من الفرحة. The next day. بابا، هي الستات عصبية؟ لا، الستات مفترية. وإيه الفرق؟ هتعرفوا لما تكبر. طيب الواحد يتعامل معاهم إزاي؟ تقول لهم اللي هم نفسهم يسمعوه. زي إيه؟ النهاردة إيه رأيك في طعم الأكل اللي كان محطوط في الغدا؟ طعمه يقرف. مين اللي عامله؟ ماما. طيب بص بقى هتعامل إزاي واتعلم مني. ماشي يا حاجة. أؤمرني يا حاج. عارفة يا حاجة، الأكل اللي عملتيه النهاردة طعمه تحفة يخبل. يعني بقالي 20 سنة بطبخلك واليوم اللي جرت تبعت فيه الأكل تقولي الأكل تحفة؟ ده انت ليلتك معايا سودة يا اختي. وانت يا شبر وقطع، انت الأكل ايه، كان حلو؟ لا، كان معفن. ها؟ وانت كمان ليلتك معايا سودة اختي. امال اعملهم ازاي؟ امال اعملهم ازاي؟ اعملهم ازاي؟ اسكت يالا، الله يخرب بيتك، هتعرف مكاننا. فاكرينها سهله ولاد الجهله. The next day. ايه ده هو الراجل راح فين؟ لما اقوم اشوفه ده فين وده؟ مالك يا راجل بتعيط ليه؟ فاكره من 20 سنه؟ فاكره ايه؟ لما كنت معاكي في العربية. فاكرة.
ولما ابوكي مسكنا في العربية ورفع علي السلاح وقال لي يا تتجوزها يحبسك 20 سنة. فاكرة. انا بقى لو كنت اتحبست كان زماني خرجت النهاردة. وحياة امك، ده انا هخرج روحك من جسمك دلوقتي. اختي. The next day. بقولك ايه يا حاجة، هي امك هتفضل قاعدة عندنا كده كتير؟ والله عندك جوه هي حاج، لو تعرف تمشيها مشيها. ايوة طبعا امشيها، ما مشيهاش ليه؟ هو انا صغير؟ هوريكي دلوقتي. الا بقولك ايه يا حماتي. لا ده انا كنت عايز اشوفك لو كنت محتاجة اي قطع خدمة. اختي. ها عملت ايه؟ مشيتها؟ ايوه كده انا عرفتك وجبتك بالمعظمة. The next day. اوعى تسيبه يا سعيد. ما تقلقيش يا اختي، مكلبشهولك من قفاه. هو في ايه بالظبط؟ اللي متعلق ده يا سيادة البوكباشي جوزي. ايوه يعني، وايه اللي حصل؟ ابص يا سيادة البوكباشي على التليفون الاقي 33 رن باسم الشاويش عطية. والشاويش عطية ده شغال معانا هنا في المديرية؟ ما هو ده سبب الموضوع يا باشا. هقول لك يا سيادة البوكباشي، انا بعد ما شفت 33 رنة انتبني الشك. ايه انتبك الشك؟ والشك كان هيموتني. خشيله يا اختي في الموضوع على طول. المهم يا سيادة البوكباشي قلت رن على الرقم ده. وبعدين قلت لو طلع اللي في بالي وبيخني فيها عمره. وبعدين طلع رقمي يا سيادة البوكباشي. الاوي يا ريتو كان بيخونك، كان احسن من الشاويش عطية. خده بايدك يا سعيد ووديه على الحجز يا اخوها. الا انت هتحبسني يا باشا عشان مسجلة الشاويش عطية وسايبها من الصبح تقولك يا بوكباشي. اوعى يسخنك يا سيادة البوكباشي. يا جعفر تعال خدهم التلاتة على الحجز. بتضحكوا يا اولاد الهطلة. The next day. يا مليونير يا مليونير. ايوه يا حبيبي، صاحبك الفقير اتوفى النهاردة يا مليونير. ايه الله يرحمه، ده انا كنت بحبه جدا، انا لازم اروح علشان اعزي. الله يرحم جوزك يا مدام، كان صاحبي وحبيبي، ازاي يعمل كده من غير ما اشوفه واسلم عليه؟ معلش يا مليونير، ده قدر ربنا، انا عارفة ان انت كنت بتحبه. طيب يا مدام، كنت عايزك تشوفي لي اي حاجه من ريحته اخدها معايا وانا مروح. اي حاجه من ريحته؟ والله يا مليونير المرحوم ما سابش اي حاجه خالص من ريحته غيري. يبقى كده مفيش غير حل واحد. الله ينور عليك يا مليونير، كان لازم فعلا تاخد حاجه من ريحه المرحوم. احبك قوي يا صاحبي. الا ما كانش صاحبك عملها من بدري. The next day. هو احنا هنعمل ايه في العزومة بتاعت النهاردة دي يا حاجة؟ مش عارفة والله يا حاج. انا بفكر اذبح البغبغان ده. ايه ده البغبغان ده؟ بص يا حاجة، احنا نعمل عليه شوربة وفتة ونشوي الدلوع بتاعته دي على الفحم وناخد الجناح وبالمرة نعمله هواية ونقوم واخدين راسه وعاملين عليها مخ ولحمة راس ونقلي بقى الكبد والقوانص. وحياة امك انت ويا، وما تنسوش بقى تحلبوني وتاخدوا اللبن بتاعي وتعملوا رز بلبن للضيوف. تصدق فكرة. The next day. يا صباح الفل يا معلم. اهلا وسهلا بكبير الشعراء. ده شاعر يا معلم؟ ده انت تسمع منه فخامة الشعر. تعال قعد وسمعنا القصيدة الجديدة. اسمع بقى يا معلم هبهرك. حبيبتي، حلوة البداية، اهم حاجة في الشعر النهاية. يا ما اكلتك شاورما وبعتيني يا بنت الورمة. شاورما حلوة، الشاورما جميلة، كمل يا عم. وقعدتي تاكلي وتاكلي وتاكلي لما كرشك دلدل وانا قاعد قدامك الا لما تديني حتة مخلل. مخلل حلو، المخلل مع الشاورما بيعمل شغل، لازم تحدق برضو. خليتك بني ادمه. ايه ده، هي كانت عفريته في الاول ولا ايه؟
ممكن تكون جت زومبي ولا بامباير وربنا كرمها على ايديه. كمل يا شبح. قليتك بني أدمة وانت كنت معفنة وبربورك على هدومك نازل، وابوك كان حتة فراش على السلالم طالع ونازل. يا لاوي، هي وصلت للبرابير؟ حلوة البرابير حلوة، امال شركات المناديل تشتغل ازاي يعني؟ كمل يا شبح. وعايزاني بعد ده كله افضل حبيبك، الله ينعل ابو شكلك انت ومحمود قريبك. بس اربط بقى عند محمود هنا وحياة ابوك. لا يا معلم لسه. اتفو عليكي انت وقريبك. الله يقرفك، التفه جت في وشنا. قوم يالا قوم يالا من هنا وما تقولش شعر تاني. ليه يا معلم؟ ده كان لسه فيه اتفو والف اتفو. يا ابن الكلب، التفه كلها جت في وشي. امشي اختي. هو ده اللي شعر يا معلم؟ ايه مش سامع؟ التفه كلها دخلت في ودني. انا كلها دخلت في عيني. الله يقرفه.